النهارده بدأ المزاد على التيشيرت بتاع نهائي القرن اللي تبرع بيه قفشه في الهدف الشهير بالقاضيه سنه 2020. وزي ما حضراتكم عارفين ومتابعين القصه، قفشه كان قال انه هيتبرع بالتيشيرت ده وهو الاغلى بالنسبه له. احنا معانا الفيديو لاول مره يتعرض الفيديو وهو بيوقع على التيشيرت ده علشان يتفتح عليه مزاد تروح لتبرعات لاهلنا في غزه. ماشي كده قدام حضراتكم على الشاشه. قفشه نفسه لما اتكلم في الموضوع قال لك ده واحد من اغلى تيشيرتات حياتي، قال لك لكن ما يغلاش على الناس في غزه. هو تبرع بيه لمؤسسه مرسال، وهي مؤسسه مصريه يعني كما تاكدنا منها. وهذه المؤسسه ستقوم من النهارده بعمل مزاد على التيشيرت. التيشيرت ابتدى ب 5000 جنيه. لقطة من اللقطات الإنسانية الكويسة اللي أكيد موجودة في أذهان وعقول وقلوب كل نجومنا، إنما قفشة هو صاحب هذه اللقطة اللي بنشكره جدا جدا على سموها وعلى مدى رقيها. طيب محمد هاني وكلام عن التجديد، خليني أقول لك باختصار شديد، الأهلي اتفق مع محمد هاني على تجديد تعاقده علشان الموضوع برضو حاجة في الصورة، وجلسة بعد معسكر المنتخب لأنه هاني موجود مع منتخبنا الوطني في سيراليون، واول لما يرجع ان شاء الله باذن الله يحسم مساله التجديد. هاني من اللعيبه المنضبطه جدا جدا، بحب في محمد هاني القصه ديت. يعني ايه؟ العب هاني، هاني موجود. هنجيب خالد عبد الفتاح، هاني موجود. اكرم توفيق موجود، هاني موجود. اكرم توفيق راكب، هاني موجود. هاني شغال وماشي كويس، مش حاسس بنفسه، دماغه ما بتكبرش، بيفضل مركز في الملعب. فدي من الحاجات اللي انت قليل قوي لما بتلاقيها في لعيب. بتحمل ضغط كبير جدا لانه متربي تربيه النادي الاهلي، بتحمل انتقادات كتيره جدا جدا، فدي من الحاجات اللي بتفرق مع اللعيب انه يبقى عمره طويل في الملعب. استمرار محمد هاني مع النادي الاهلي اكيد امر مؤكد لا محاله فيه.